لكن من حيث الإلزام والوجوب لا خيرة لأحد في أن يدخل الإسلام أو لا يدخل الإسلام، الكل عليه أن يدخل الإسلام. ثم بعد ذلك من عمل عملا على غير إسلام لم يقبل منه مهما كان صلاحه ومهما كان نفعه للناس ومهما كان عطاؤه ومهما كان خيره للناس لا يقبل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام شرط لصحة الأعمال لا شرط لوجوبها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المشرك الكافر اليهودي النصراني من أي ملة من الملل كان، هؤلاء مكلفين بدخول الإسلام، وبجانب تكليفهم بدخول الإسلام هم مكلفون بفرائض الإسلام، مكلفون بالوقوف عند حدود الله وعدم انتهاك حرماته. لكنهم لو فعلوا هذه الأشياء، فعلوا الأمور التي يوجبها الإسلام من صلاة أو صيام أو زكاة أو غير ذلك، فإنها لن تقبل منهم. وإذا لم يفعلوها عوقبوا على عدم فعلها يوم القيامة. وقد يقول قائل كيف يكون الإسلام، كيف يلزمون لأعمال الإسلام وهم غير مسلمين؟ فإن فعلوها لم يقبل منهم لأنهم غير مسلمين. الإسلام شرط للصحة، لصحة الأعمال. بمعنى مثل الإسلام كمثل الوضوء مثلا، لو دخل وقت الصلاة على امرئ غير متوضئ، دخل وقت الصلاة على إنسان وهو على غير وضوء، هل يرتفع عنه التكليف بالصلاة لأنه غير متوضئ؟ أيقال بأنك لا صلاة عليك لأنك غير متوضئ؟ يقال لم يعلي صلاة. إيه لكم لا تنطقون، عشان أعرف أن الكلام واضح ولا مو واضح. واحد دخل عليه وقت الصلاة وهو ما متوضئ، لأنه غير متوضي لا تجب عليه الصلاة؟ يجب عليه أن يتوضأ. طيب لو صلى من غير وضوء أتقبل منه الصلاة؟ لا. كذلك الإسلام، الإسلام مثل الوضوء. إذا عقل امرء وبلغ سن التكليف وبلغته الرسالة فإن تكاليف الإسلام واجبة عليه، فإن فعلها دون إسلام لم تقبل منه، وإذا لم يفعلها أثم. كذا الإسلام كالوضوء للصلاة. يقول النور السالمي رحمه الله: وإن ترى الإسلام شرط وقعا فذاك في صحة ما قد صنعا، أي لا يصح دونه وإن وجب، أي لا يصح دونه، أي دون الإسلام وإن وجب، فللوجوب غيره أيضا سبب، فلا يصح عمل من عامل إلا بالإسلام، ولا يجوز له أن يتدين بدين غير الإسلام.